الاهداف الريموت هو تقديم الخدمة الذاتية بدون أي تلامس بشري، وهذه تعتبر من ضمن الخدمات المقدمة من رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي. العدد الموجود الآن تقريبا 20 ريموت عالي جاهز إن شاء الله لخدمة الزوار وحجيج بيت الله الحرام إن شاء الله الموسم هذا الحج، والعدد قابل للزيادة بإذن الله إذا دعت الحاجة. علماً أن هذه المبادرة تعد من المبادرات العديدة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام.